السنة الثالثة ابتدائي. السلام عليكم، هذا اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. عند القيام بجهد عضلي تزداد دقات قلبي. أحسنتم، صحيح. ينتقد الدلفين في الهواء. خطأ، جيد، لأن الدلفين سمك يسبح في الماء. يقفز الضفدع بفضل قوائمه الطويلة والقوية. جيد، صحيح. رابعا، ينخفض صدري أثناء الشهيق. خطأ، جيد، أثناء الشهيق يرتفع صدري. يزيد التدخين من مخاطر الإصابة بالسكتة القلبية. أحسنتم، صحيح. ننتقل إلى التمرين الثاني. أربط بين الغذاء والمجموعة الغذائية التي ينتمي إليها. لدينا البطاطا، السردين، البرتقال، الجبن، الفول السوداني. من الجهة الأخرى، الحليب والمجموعات، الحليب ومشتقاته، مجموعة الحبوب، مجموعة الخضر، مجموعة اللحوم، ومجموعة الفواكه. البطاطا إلى أي مجموعة تنتمي؟ أحسنتم، إلى مجموعة الخضر. أربط مع الخضر. السردين عبارة عن سمك، هو من اللحوم. جيد، نواصل. البرتقال، فاكهة البرتقال، عبارة عن فواكه. أحسنتم. الجبن، نعم، هو من مشتقات الحليب، إذن مجموعة الحليب ومشتقاته. أربط. وأخيرا الفول السوداني، جيد، هو من مجموعة، ينتمي إلى مجموعة الحبوب. وهكذا انتهينا من التمرين الثاني. التمرين الثالث، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة. المجموعات الأساسية، الهزال، متنوعة، السمنة. يسبب سوء التغذية مشاكل صحية خطيرة مثل، جيد، السمنة، نكتب السمنة والهزال. أحسنتم، الهزال. للمحافظة على صحتنا يجب أن تكون تغذيتنا، جيد، متنوعة. تتوفر على غذاء واحد من كل مجموعة من، جيد، المجموعات الأساسية. المجموعات الأساسية، على الأقل. والتمرين الأخير، تصنف الحيوانات حسب طريقة ارتكازها على الأرض إلى. حيوانات، ثلاث أصناف من الحيوانات. أولا، أحسنتم، حيوانات أخمصية. أخمصية مثل، جيد، الأرنب، كذلك الدب، هم حيوانات أخمصية. المجموعة الثانية هي حيوانات أصبعية، جيد، أصبعية. أمثلة على الحيوانات الأصبعية، لدينا مثال الحمام، كل الطيور حمام، كذلك لدينا القطة، ولا القط، هو عبارة عن حيوان أصبعي. المجموعة الثالثة، ولا الصنف الثالث من الحيوانات، هم حيوانات ذاتي، جيد، الحوافير. نأخذ مثالا كذلك، الحصان، كذلك البقرة مثلا. وهكذا انتهينا من تصحيح اختبار الفصل الأول في مادة التربية العلمية. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.